والله واش راح نقول لك، صارت كارثه سي طادير اللي الواحد ما توقعهاش، خلاص فهمني. هذا جارنا مسكين سي طادير، واش راح نقول لك، من الناس طيبين بيه بالعائله تاع اولاده ثانا متربيين الله يبارك. الشيء اللي صرا يعني ما واش راح نقول لك، ماكمش مصدقين يعني، ما يتصدقش فهمني، ما يتصدقش ما يتصدقش، باسكو السيد راه واش راح نقول لك يعني معانا بالقدر فهمني الله يبارك. واش راح نقول لك، معروف احنا نطلع يعني معروف اخلاق طيبه اخويا، يعني احنا نقولوا ربي يرحمهم اللي ماتوا فهمني، وهو الله اعلم وادرى واش فهمني. يا بجاري ما نعرفه، نسكن بحدايا مكرم والناس كل يحبها، ما نعرف كيف راني نسكن هنا، راني بحدايا تسمى حتى نسمع في الحمايه المدنيه. نعم مشوكي يعني، مسيح طيب اخويا، كل واس عائله كل طيبه، كان مرته وسي ناس ملاح ما فهمي لا طيبه، ما نكذبش عليها. انا قاعد جيت عند الوالده ونسمع في لي بومبي، خرجت نجري قلت لها يما كاين حاجه، وصلت لي بومبي لقيت السيد مطيش ورا الباطيمه، طيش روحه ماش ما بيش صرام. بعدك قال لك كاين كارثه لداخل، على خلقوا دراري، في ثلاثة دراري موتوا وماهم المرأة تاعو، وهذيك يعني مربي هودة والسبيطار. هذا بس حسين طيب أخويا نعرفوه، جارنا الناس كل تعرف. هذا واش نقول خويا، الإنسان هذا خويا نعرف عليه كل الخير أخويا، بركة هذا واش راح نقول لك أخويا، وربي إن شاء الله يكون معاه في مصيبته أخويا. دايما نقولوا بركة الناس كل تحبوا يعني. والله حتى عادي يعني، هو الانسان اللي نعرفه من قبل انسان طيب، شفنا منه غير الخير يعني. جارنا عندنا واحد العامين من نعرفوه يعني، جاتنا صدمه كيما الناس كل، جات الناس كل صدمه يعني، ما كنا نعرفوا عليه غير الخير. ودي حاجه تقعد حاجه في كيما نقولوا احنا في الغيب، والغيب يعلمه ربي سبحانه، وان شاء الله يكون كل واحد يدي حقه اخويا. هذا واش نتمناه وان شاء الله بيان سير. نعم اخويا والله الحاجه هذه الانسان دوك هذه عادي يخف، دوك التاويلات كل مفتوحه اخويا، دوك احنا ما عملناش شي حاجه اللي صرا اكزاكت. دوك كاين مؤسسات في الدوله هي اللي حتى كيما نقولوا احنا تخدم خدمتها هي. ان شاء الله يبان الحق اخويا، وان شاء الله نكونوا احنا ربي يرزقنا للامن والعافيه ان شاء الله، دنيا واخره ربي يرحمهم ويثبتهم ان شاء الله. هو لكن ما ماتش ان شاء الله، ربي يرجعوا السالم ان شاء الله. وش حنقول، ربي هم ربي يرحمهم، مش سهل اخويا الانسان. الدنيا دي صح راهي صعيبه، بصح الانسان يخبر كيما كي مش سهل، الانسان يتصدم اخويا في اي الحياه هذه، ما هي الانسان ما بين ليله وضحاها العبد كن فيا يكون اخويا. الحاجه هذه راح نقول ربي يرحمه وبركه وخلاص، وان شاء الله هي يرجع حقه في اخر، يرجع حقه من العائله يعني، عائله كامله سبحان الله. مش قال العبد هذا ساعات كف في بلاصه واحده اخرى يموت قط ولا حاشك حياه، وين كارثه، وين بك عائله كامله اخويا ربي يرحمهم، وان شاء الله يبان.